الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، نشرة إخبارية مفصلة. أهلا بحضراتكم. أهلا بك شيماء. أهلا بك إيمان. أهلا بحضراتكم، والبداية بأبرز العناوين. رئاسة جنوب أفريقيا تؤكد أن بوتين لن يشارك حضوريا في قمة بريكس بعد اتفاق مع روسيا. الدفاع الروسية تعلن استهداف مواقع عسكرية أوكرانية في أوديسا والسيطرة على بلدة جديدة في خاركيف. رئيس كوريا الجنوبية يؤكد أن سول وواشنطن ستردان بشكل حازم على التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية. أعلنت رئاسة جنوب أفريقيا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يشارك حضوريا في قمة البريكس بجنوب أفريقيا، مؤكدة أنه تم التوصل إلى قرار مشترك بشأن ذلك. كما أضافت رئاسة جنوب أفريقيا أن روسيا سيمثلها في القمة وزير خارجيتها سيرجي لافروف، ومشيرة إلى أن قادة الصين والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا سوف يشاركون في هذه القمة. من جانبه قال الكرملين إن روسيا لم تبلغ جنوب أفريقيا بأن القبض على الرئيس فلاديمير بوتين بناء على مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية سيعني إعلان حرب. كانت وثيقة نشرتها محكمة محلية في جنوب أفريقيا أظهرت أن الرئيس سيريل رامافوزا طلب من المحكمة الجنائية الدولية إعفاء بلاده من اعتقال بوتين، لأن من شأن ذلك أن يصل إلى حد إعلان الحرب. للمزيد حول هذا الملف من باريس دكتور مجيد بودن أستاذ القانون الدولي. دكتور مجيد مرحبا بحضرتك دائما على شاشة القاهرة الإخبارية. لو تضعنا وتقربنا أكثر من الإطار القانوني المتعلق بهذه المذكرة من قبل المحكمة الجنائية الدولية وعلاقته بحضور بوتين لقمة بريكس. يعني هذه المذكرة هي مذكرة الإيقاف صدرت عن محكمة الجنايات الدولية ضد الرئيس بوتين، ولا يمكن للرئيس بوتين أن يتحجج بالحصانة الدبلوماسية أو بالحصانة السياسية وبالحصانة السيادية، وبالتالي فإن قرار المحكمة أعلى من هذه الحصانات، وعلى جنوب أفريقيا أن تقوم بإيقافها كما على كل دولة هي عضو بمحكمة الجنايات الدولية وموافقة على هذه المعاهدة. وبالتالي فإن لما صدر هذا القرار كانت جنوب أفريقيا مضطرة، وفكر رئيس جنوب أفريقيا رامافوزا فكر أنه يمكن له التماس من محكمة الجنايات الدولية عذرا لكي يستسمح له بأن يكون بوتين على أراضيها بدون إيقافه، ولكن لم يحظى بذلك لأن محكمة الجنايات الدولية لا يمكنها أن تعطي استثناء. وبالتالي فإن كذلك الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني طلبت من المحاكم المحلية بجنوب أفريقيا بأن تجبر رئيس الدولة على أن يتخذ هذا القرار لو قدم بوتين إلى أراضيها، وإذا لم يقم بذلك فإن الرئيس رامافوزا يمكن أن يكون محل تتبعات إما في عهدته أو بعد انتهاء عهدته. وبالتالي فإن مشكلة زيارة بوتين لجنوب أفريقيا صارت تشكل عبئا على جنوب أفريقيا وعلى دول أخرى، وبالتالي المسألة صارت أن بوتين الآن صار شخص غير مرغوب به في المحافل الدولية. ومن هنا هذا نرى أن نتيجة ذلك أنه صار أضعف ولا يمكن له. طيب هذا فيما يتعلق بانعكاس هذا القرار على الرئيس الروسي، لكن فيما يتعلق بالأحزاب ومنظمات المجتمع المدني الموجودة في جنوب أفريقيا، هل هي تمثل بالفعل أداة ضغط أم أن الأمر المتعلق برفض الاستثناءات من قبل المحكمة الجنائية الدولية هو من دفع
جنوب أفريقيا للقبول بفكرة عدم حضور بوتين؟ أولا هي قرار محكمة الجنايات الدولية هو الأهم، لأنه لم يعطي هذا الاستثناء، وكان من المتوقع أن لا يعطي هذا الاستثناء. هل في العادي من الممكن أن تقدم المحكمة الجنائية استثناءات أو التماسات في أمور مشابهة؟ لا يمكن، لأن المحكمة هي تطبق معاهدة روما، ولا يمكن لها أن تستثني أحد منها، ولا يمكن لها أن تتراجع عن قرارها، لأن دولة لها قوة في العالم تضغط على هذه المحكمة. طيب، وبالتالي هذه المسألة تهم محكمة الجنايات الدولية أساسا. طيب، هذه المسألة قانونية وضحت تماما. أنتقل مع حضرتك لجزء آخر متعلق بانعكاس هذا القرار أصلا على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وفق رأيك القانوني دكتور بجيد، الآن هو ممنوع من حضور أي قمم دولية أو الذهاب خارج روسيا، ما انعكاس هذا عليه خصوصا فيما يتعلق ببريكس وطبيعة الموضوعات التي كانت ستناقش في هذه القمة المهمة بين هذا القطب اللي بتمثله الدول المشاركة في بريكس؟ يعني فلاديمير بوتين صار الحلقة الضعيفة في تمثيل روسيا، وروسيا صارت في موقف أضعف، وصار يشكل عبئا على دولته، وبالتالي فإن أخطاءه في اقتحام أوكرانيا الآن يدفع ثمنه شخصيا، ولهذا السبب العقوبات الشخصية لها تأثير، لأن المفهوم القديم للسيادة انتهى. السيادة ليست السيادة المطلقة، لكن السيادة هي محكومة باحترام حقوق الآخرين، ولا يمكن باسم السيادة أن يكتسح سيادة دولة أخرى. ومن هنا صارت هذا التضييق عليه، وشل حركته. وإن شلت حركته فإن روسيا بكاملها تشل حركتها، ويمكن لروسيا الآن أن تفكر في وجودها كدولة ومصالحها كدولة هي أعلى من مصالح بوتين. نعم. أشكرك جزيل الشكر من باريس دكتور مجيد بودن أستاذ القانون الدولي، شكرا لك. والآن إلى تطورات الأزمة الأوكرانية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها شنت ليلاً ضربة مكثفة على مواقع الصناعة العسكرية والبنية التحتية للوقود ومخازن الذخيرة للجيش الأوكراني في منطقة أوديسا. وأضافت الدفاع الروسية أن قواتها وجهت ضربات عالية الدقة على قاعدة كاناتوفو التابعة للقوات الجوية الأوكرانية في منطقة كيروف هارد، وأشارت إلى أنها قتلت أكثر من 340 عسكرياً أوكرانياً في جنوب دونيسك، ونحو 100 عسكري آخرين في اتجاه كراسني ليمان. قال وزير الزراعة الأوكراني ميكولا سولسكي أن جزءا كبيرا من البنية التحتية لتصدير الحبوب في ميناء تشيرنومورسك في منطقة أوديسا تضرر جراء هجوم روسي. وأضاف سولسكي أن الهجوم دمر أيضا 60,000 طن من الحبوب كان من المفترض تحميلها وشحنها وفق اتفاق تصدير حبوب عبر البحر الأسود قبل 60 يوما. قالت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت لغماً أوكرانياً بحرياً بجنوب غرب البحر الأسود، وأشارت الدفاع الروسية إلى أن الأسطول الروسي في البحر الأسود اكتشف اللغم وهو يطفو على بعد نحو 180 كيلومتراً عن مضيق البسفور. وأضافت الوزارة أنه بقرار من ربان السفينة تم إطلاق طائرة هليكوبتر من طراز K27 ودمر طاقمها اللغم بأعيرة نارية.
أعلنت أوكرانيا شن عملية ناجحة استهدفت ميدان تدريب عسكري في شبه جزيرة القرم، وأكدت سلطات شبه جزيرة القرم أنه لا ضحايا نتيجة الحريق الذي اندلع في قاعدة عسكرية في منطقة كيروفاسكي في شبه الجزيرة. أشارت السلطات إلى إرسال 15 حافلة إلى مكان الطوارئ بساحة التدريب، مؤكدة تقديم مساعدات أو جميع المساعدات اللازمة للسكان الذين تم إجلاؤهم من مكان الحريق. كانت سلطات القرم أعلنت في وقت سابق إجلاء أكثر من 2000 شخص وإغلاق طريق تفريدا السريع القريب من القاعدة، وأوضحت أن لجنة التحقيقات تقوم حاليا بتحديد أسباب الحريق. منذ أن شنت روسيا عملياتها العسكرية واسعة النطاق بأوكرانيا، تحول جسر مضيق كيرتش أو ما يطلق عليه جسر شبه جزيرة القرم إلى شريان حياة وإمداد عسكري لقوات موسكو في ساحة المعارك. فلا يلبث الوضع في شبه الجزيرة المتنازع عليها أن يهدأ قليلا إلا ويعود مسرعا للاشتعال. لليوم الثالث على التوالي شهد جسر القرم الذي يكتسب أهمية استراتيجية كبيرة لكل من كييف وموسكو استهدافا جديدا، بعد أن نشب حريق في منطقة تدريب عسكرية في منطقة كيروفسكي بشبه الجزيرة أدى لإغلاق طريق تافريدا السريع القريب من القاعدة، وذلك في أعقاب هجوم شنته مسيرة أوكرانية على جسر القرم الاثنين الماضي أسفر عن مقتل شخصين. ويرى مراقبون أن جسر القرم يزيد من وتيرة التصعيد الحالي بين الجانبين، كما يؤثر بشكل كبير حال خروجه عن الخدمة أو استمرار تعطيل الحركة في تأخير الإمدادات العسكرية للجبهة الجنوبية التي تركز فيها كييف هجومها المضاد، إذ يعد الجسر المعروف أيضا باسم بوابة القرم واحدا من الروابط القليلة بين شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو من أوكرانيا في عام 2014 والبر الرئيسي لأوكرانيا. وبينما تعد السيطرة على المنطقة من الساحل الغربي لبحر أزوف إلى الضفة الشرقية لنهر دنيبرو أحد الإنجازات المهمة التي حققتها موسكو في عملياتها العسكرية إذ ربطت القرم بروسيا، إلا أن كييف ترى أن تدمير الجسر سيساعدها في عزل القرم وإبعادها عن روسيا، وبالتالي الضغط على موسكو في أي مفاوضات مستقبلية. كشفت تقارير إعلامية روسية عن مواصفات الجيل الجديد من الطائرات المسيرة الانتحارية الروسية الجديدة لانسيت، مشيرة إلى أن هذا الجيل سيكون محصنا ولا يمكن اعتراضه عمليا. كما أشارت التقارير الإعلامية إلى أن الميزات الرئيسية للمسيرة هي بساطة الاستخدام والاستقلال التام عن أي وسائل يمكن أن تؤثر عليها. أطلقت القوات الأوكرانية النار على مواقع روسية في شرق البلاد من نظام إطلاق صواريخ متعدد من الحقبة السوفيتية، ونشر اللواء 59 الميكانيكي لقطات بطائرات مسيرة قال إنها تظهر أن صواريخهم أصابت هدفا في منطقة محتلة قريبة. يأتي ذلك في وقت تقول فيه كييف إنها تتقدم ببطء عمدا تتجنب الخسائر الكبيرة في الخطوط الدفاعية المحصنة والمليئة بالألغام الأرضية. أعلنت القوات الجوية الأوكرانية إسقاط 37 هدفا من أصل 63 في هجوم روسي بالصواريخ والطائرات المسيرة، مؤكدة أن الهجوم تضمن 23 طائرة مسيرة انتحارية و14 من صواريخ كروز. وأشارت القوات الأوكرانية إلى تعرض البنية التحتية الحيوية ومنشآت عسكرية للهجوم في الضربات الليلية، وأن الهدف الرئيسي كان منطقة أوديسا بجنوب البلاد. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن اتفاق شحن الحبوب في البحر الأسود يمكن أن يعمل دون مشاركة روسيا. جاء هذا في مؤتمر صحفي علق فيه زيلينسكي على انسحاب موسكو من الاتفاق، ودعا الأمم المتحدة وتركيا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواصلة اتفاقية تصدير الحبوب.
نريد من شركائنا الأمم المتحدة وتركيا ألا يخشوا بذل كل ما هو ممكن حتى نتمكن من استخدام ممر البحر الأسود حتى بدون الاتحاد الروسي. لسنا خائفين. اتصلت بنا شركات السفن وقالت إنها مستعدة للمتابعة في تسليم الحبوب إذا سمحت أوكرانيا للسفن بمغادرة المواني وسمحت لها تركيا بالمرور عبر مضيق البوسفور. قال وزير الزراعة المجري ستيفان ناجي أن 5 من دول وسط أوروبا الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سيقدمون طلبا مشتركا للتكتل بشأن تمديد حظر واردات الحبوب الأوكرانية بعد انقضاء أمده في 15 سبتمبر لتجنب أي اضطراب كبير في الأسواق. وأضاف ناجي أن بولندا ورومانيا وبلغاريا والمجر وسلوفاكيا ستطلب استمرار حظر واردات بعض المنتجات من أوكرانيا في الوقت الراهن، مشيرا إلى مناقشة خيار يمكن من خلاله للدول أن تطلب على نحو منفرد من الاتحاد الأوروبي إضافة منتجات إلى قائمة الحظر. قالت روسيا إنها إذا لم تنفذ الأمم المتحدة بنود مذكرة متعلقة بالصادرات الزراعية الروسية في مدة محددة فإن موسكو لن تواصل المحادثات حول الاتفاق الذي يسمح بتصدير المنتجات الأوكرانية عبر البحر الأسود. وصرحت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية بأن الأمم المتحدة لا يزال أمامها 3 أشهر لتحقيق نتائج ملموسة. كما قالت المتحدثة إنه إذا ما كانت هناك نتائج ملموسة فإن روسيا سوف تستأنف المحادثات حول تلك المسألة الأوسع نطاقا. أعلن السفير الأوكراني في أنقرة فاسيلي بودنار أن السلطات الأوكرانية تدرس خيارا جديدا لتصدير المنتجات الزراعية عبر المياه الإقليمية لرومانيا وبلغاريا في البحر الأسود. وأضاف بودنار أن كييف تجري مشاورات على الساحة الدولية بهدف فرض ضغوط على روسيا وتحقيق توافق دولي بشأن تمديد مبادرة نقل الحبوب. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من كييف الدكتور رامي أبو شمسية عضو في حزب البتريوت الأوكراني. دكتور أهلا بك ومرحبا. إذن الرئيس الأوكراني يقول بأن هذا الاتفاق يمكن أن يعمل بدون مشاركة روسيا، إلى أي مدى يمكن الحديث عن إمكانية واحتمالية حدوث هذا الأمر في ظل التعنت الروسي والتصميم على تنفيذ شروط الجانب الروسي فيما يخص صادراتها الزراعية أمام مواصلة الاتفاق مع تركيا بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية؟ يعني فعليا بالنسبة لدولة أوكرانيا لم توقع مع روسيا أي اتفاقيات منذ بداية الحرب، يعني من فترة ما شنت روسيا الحرب على أوكرانيا، وبالتالي الاتفاقية هي موقعة مع الأمم المتحدة ومع تركيا بخروج الحبوب من أوكرانيا إلى الدول النامية أو الدول الفقيرة التي هي بحاجة إلى هذه الحبوب. وبعتقد أنه يعني في إمكانية، لأن بالنسبة لأوكرانيا لا تعتمد أي اتفاقية مع روسيا حاليا، وبالتالي يوجد أكثر من خطة لدى الأوكران يعني وخطوط وسبل بديلة لتصدير هذه الحبوب، أولا عن طريق أوروبا، ولكن في شوية تعثر هناك، وفي إمكانية أن يتم إخراج هذه الحبوب عن طريق المياه الإقليمية الأوكرانية وأيضا البلغارية والرومانية التي هي بجانب الشاطئ التي ليس لروسيا سيطرة هناك وليس هي مياه دولية وإنما مياه إقليمية. ولكن العقبة تقف أمام تركيا لكي تسمح للسفن بالخروج من البسفور هناك، وبالتالي بعتقد أنه في هناك خيارات بديلة. أما بما يخص روسيا وابتزازها للعالم الثالث من خلال الحبوب، بالتالي هي تريد تضع شروط من أجل تمديد هذه الاتفاقية، ولكن الشروط لم يلبيها الدول أيضا. طيب دكتور، قلت بأن هناك ربما حلول بديلة ولكنها بالطبع ستكون صعبة، وهذا ما جعل الجانب الأوكراني على لسان الرئيس الأوكراني يقول بأنه يدعو الجانب التركي ربما للضغط أو لدعم خططه في المضي قدما في هذا الاتفاق.
ما المنتظر من الجانب التركي إزاء تصميم أو التعنت الروسي كما تقول في المضي قدما في هذا الاتفاق؟ ما الدور المعني به الجانب التركي في هذه اللحظات؟ يعني من بداية الحرب وتركيا تلعب دور مهم جدا في عملية تبادل الأسرى وبعض الاتفاقيات وحلحلت بعض الأمور، وبالتالي تركيا اليوم وضعها أفضل بكثير من ما كانت عليه سابقا. أما بما يخص روسيا فروسيا أيضا هي أصبحت بوضع آخر غير ما كانت عليه قبل الحرب، يعني يتم احترام قرارها. لقد قام الرئيس التركي أردوغان بالإفراج عن المقاتلين لكتيبة أزوب التي سلمهم للرئيس الأوكراني زيلينسكي بدون أن يرجع للروس، وبالتالي روسيا حتى لم تتكلم أي شيء عن ذلك. وبالتالي أردوغان ينتظر زيارة بوتين إلى أنقرة، وبعتقد أن أردوغان سوف يتم الاتفاق مع بوتين على تمديد هذه المبادرة يعني إزالة جميع العقبات التي ممكن أن تكون موجودة في المستقبل، لأن روسيا أيضا هي محاصرة، روسيا عليها حظر يعني تصدير للحبوب، وبالتالي هي بحاجة لتصدير حبوبها أيضا. وبالتالي بعتقد أن تركيا سوف تضغط على هذا الجانب على الروس، وبالتالي الأمور سوف تنفرج. ولكن برضه يوجد بديل، والبديل بعتقد أنه يعني سوف يتم الاتفاق عليه دوليا. طيب دكتور رامي، هناك من كان ينظر لهذه الاتفاقية بأنها ربما الاتفاق الناجح الدبلوماسي الوحيد في هذه الأزمة، بالطبع لخروج روسيا أو تعليقها بالمشاركة في هذه الاتفاقية له أضرار اقتصادية ومتعلقة بالأمن الغذائي، ولكن هنا سؤالي، ما هي نتائج خروج روسيا من هذا الاتفاق، النتائج العسكرية الميدانية على أرض الواقع؟ يعني روسيا شعرت بالعزلة والوحدة، وسوف يتم إخراجها من هذه الاتفاقية. والليلة فقط قامت بضرب ميناء أوديسا البحري، يعني في هناك صور وفيديوهات تشير أن الطائرات والصواريخ المسيرة والطائرات أيضا قاموا بقصف هذه الميناء، وبالتالي عسكريا هم يقومون بإعاقة أي اتفاقية ممكن أن تصير بالمستقبل، وبالتالي في هناك عملية انتقام وتصعيد من قبل الجانب الروسي بقصف البنية التحتية للميناء التي يوجد فيها الحبوب، وبالتالي هذا يؤثر على عملية أي اتفاقية في المستقبل ما بين أوكرانيا وتركيا والدول العالم والأمم المتحدة، وبالتالي هذه يعني سوف يؤدي إلى كارثة إنسانية وإلى يعني أن العالم سوف يجوع بدون الحبوب والقمح الذي ممكن أن يصل إلى البلدان الفقيرة. من كييف دكتور رامي أبو شمسية، عضو في حزب البتريوت الأوكراني، شكرا جزيلا لك. نتحول الآن إلى التطورات في السودان. أعلن برنامج الأغذية العالمي الحاجة إلى 160 مليون دولار حاليا لتأمين احتياجات السودانيين الغذائية بعد الأزمة التي تمر بها البلاد. وأكد البرنامج أنه سيتم توفير الغذاء للسودانيين إذا توفرت ضمانات أمنية للعاملين في الإغاثة لإيصال الغذاء اللازم للمواطنين. أعلنت الأمم المتحدة أن نحو 250 ألف شخص نزحوا خلال الأسبوع الماضي جراء الاشتباكات الدائرة في السودان. هذا وتؤكد المنظمة الدولية للهجرة نزوح 2,600,000 شخص داخل السودان منذ بداية الأزمة، في حين بلغ عدد من فروا إلى خارج البلاد 730 ألف شخص عبروا الحدود إلى دول الجوار. هذا وكان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث دعا في وقت سابق الأطراف السودانية لحماية المدنيين واحترام القانون الإنساني الدولي، مشددا على أن الوصول إلى ملايين المحتاجين للمساعدات بات أكثر صعوبة.
والآن نتابع هذه اللقطات وهذه الصور الحية عبر كاميرا القاهرة من الخرطوم، ويبدو أن هناك تجدد إذن للاشتباكات وتصاعد أعمدة الدخان. أكد رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول أن سول وواشنطن ستردان بشكل حازم على التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية. هذا وحذر يول من أن بلاده سوف تلجأ إلى شركائها لمناقشة نشر قطع استراتيجية حول شبه الجزيرة الكورية. لقد حذرنا بوضوح من أنه إذا قامت كوريا الشمالية بالاستفزاز فسيؤدي ذلك إلى نهاية هذا النظام. سول وواشنطن ستردان بقوة ساحقة وحازمة على التهديدات النووية والصاروخية المتقدمة لكوريا الشمالية من خلال المجموعة الاستشارية النووية والنشر المنتظم للقطع الاستراتيجية مثل غواصة SSBN النووية الباليستية. أعلن البنتاغون أنه لا يملك معلومات إن كانت صواريخ كوريا الشمالية العابرة للقارات قادرة على حمل رؤوس نووية، كما أضاف البنتاغون أن صواريخ كوريا الشمالية الباليستية قادرة على الوصول للولايات المتحدة. جاء إعلان البنتاغون بعد إجراء بيونغ يانغ تجارب باليستية جديدة قصيرة المدى تجاه بحر اليابان. يتصاعد إذن القلق في شبه الجزيرة الكورية في سياق التحركات العسكرية الاستفزازية التي تشهدها المنطقة، وأعربت كوريا الجنوبية وحلفاؤها عن القلق من صواريخ جارتها الشمالية التي قالت إنها ترسل تحذيرات لسول وشركائها. لا يزال التوتر سمة الأجواء التي تخيم على شبه الجزيرة الكورية مع استمرار التحركات العسكرية التي تشكل تهديداً لأمن المنطقة. بيونغ يانغ أطلقت صاروخين باليستيين في اتجاه شرق شبه الجزيرة، خطوة جاءت بعد ساعات فقط من وصول غواصة أمريكية مزودة بصواريخ باليستية إلى ميناء في كوريا الجنوبية لأول مرة منذ 4 عقود. سول طالبت بوقف ما وصفته بالأعمال الاستفزازية من قبل جارتها، بينما أكدت الولايات المتحدة حليفة كوريا الجنوبية الأولى علمها بإطلاق كوريا الشمالية لمثل تلك الصواريخ وأن الجيش الأمريكي يجري مشاورات مع شركائه، لكن واشنطن رجحت أن مثل هذه الإجراءات لا تشكل تهديدا مباشرا للولايات المتحدة أو لحلفائها. أما اليابان الجارة الشرقية الأقرب لشبه الجزيرة، فقال وزير دفاعها إن أول صاروخ أطلقته كوريا الشمالية بلغ ارتفاعه 50 كيلومتر ومداه 550 كيلومتر، بينما بلغ ارتفاع الثاني 50 كيلومتر وحلق لمسافة 600 كيلومتر. وأوضحت طوكيو أنها قدمت احتجاجاً على إطلاق الصواريخ عبر القنوات الدبلوماسية. إطلاق كوريا الشمالية للصاروخين ليس السلوك الأول من نوعه، فمنذ نحو أسبوع اختبرت بيونغ يانغ صاروخها الباليستي العابر للقارات هوا سونغ 18، وهو ما اعتبرته كوريا الشمالية بمثابة تحذير للولايات المتحدة وخصومها الآخرين. ليست صواريخ كوريا الشمالية وحدها التي تثير حفيظة سول وحلفائها، فواشنطن تقول إن جندياً أمريكياً من الدرجة الثانية يدعى ترافيس تي كينغ كان يعاقب تأديبياً، فر من سول عبر الحدود بين الكوريتين إلى كوريا الشمالية في 18 يوليو، ويعتقد أنه محتجز لدى كوريا الشمالية، مما تسبب في أزمة جديدة للقوات المسلحة النووية الأمريكية، ودفع الولايات المتحدة إلى التشاور مع السويد وكوريا الجنوبية لبحث كيفية التعامل مع هذا التطور الأخير، خصوصا وأن الجندي كان ينضم إلى دورية توجيهية في المنطقة الأمنية المشتركة بين الكوريتين، ثم عبر إلى كوريا الشمالية عمدا دون إذن عسكري.
حثت وزارة الخارجية الصينية على حوار هادف بعد أن أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين في البحر. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماونينغ إن الوضع المتوتر في شبه الجزيرة الكورية مثير للقلق، وإن بكين تأمل أن تستمر الأطراف المعنية في اتجاه التسوية السياسية. الوضع في شبه الجزيرة الكورية أصبح متوترا مرة أخرى، والسبب الرئيسي لذلك واضح، فالأطراف المعنية تستغل قضية شبه الجزيرة لمصالحها الذاتية والجيوسياسية وتصعيد التوترات في المنطقة والإضرار بعملية نزع السلاح النووي. نأمل أن تستمر الأطراف المعنية في اتجاه التسوية السياسية ومعالجة الاهتمامات المشروعة بطريقة متوازنة من خلال الحوار الهادف والحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة. قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إن التقرير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيظهر توافق خطط اليابان لتصريف المياه المخزونة في محطة فوكوشيما النووية في البحر مع معايير الأمن الدولية. وفي السياق ذاته دعا كيشيدا بكين إلى الانخراط في نقاش على أساس الأدلة العلمية. فيما يتعلق بموضوع تصريف المياه المعالجة، فقد خلص التقرير الذي نشرته مؤخرا الوكالة الذرية إلى أن خطط اليابان ستتوافق مع معايير الأمان الدولية، وسنقدم شرحا مفصلا لجهودنا بشفافية عالية. أدعو الجانب الصيني إلى الحوار على أساس الأدلة العلمية. ومن المقرر أن تبدأ اليابان في تصريف أكثر من مليون طن من المياه المعالجة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية المعطلة هذا الصيف بعد حصولها على موافقة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. من جانبها قالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة إن التأثير سيكون ضئيلا وإن التفريغ سيكون وفقا للمعايير الدولية. وأعلنت الصين أن الخطة ستعرض البيئة وحياة البشر للخطر، كما أثارت مخاوف الدول المجاورة والصيادين المحليين. يواصل صحفي مكتب بي بي سي في القاهرة إضرابهم الثاني لليوم الثالث على التوالي احتجاجا على تدني الرواتب وتدهور الأوضاع المعيشية. وفي نهاية إضرابهم يعقد الصحفيون مؤتمرا للإعلان عن خطواتهم التصعيدية المقبلة. ويندد صحفي بي بي سي بالقاهرة بما وصفوه بإمعان الإدارة في لندن في تجاهل مطالبهم، فضلا عن السلوك التمييزي الذي تتعمد الإدارة انتهاجه ضد مكتب القاهرة، وذلك فيما يخص السياسات المالية. أعلنت السلطات الجزائرية ارتفاع حصيلة ضحايا الحادث المروري في ولاية ثمنراست إلى 48 قتيلا و12 مصابا. وأفاد بيان للحماية المدنية أن وحداتها تدخلت على الفور من أجل حادث مرور مدبوع بحريق على الطريق الوطني رقم 1 في منطقة أوتول. وأوضحت الحماية المدنية أن الحادث ناجم عن اصطدام سيارة بحافلة لنقل المسافرين، وقد أدى إلى اشتعال نيران في المركبتين.
اتفق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ على تعزيز تعاون ثنائي بين البلدين. جاء ذلك خلال لقاء جمع الجانبين اليوم في بكين. وفقا لبيان مشترك أمس، اتفق البلدان على تعميق شراكتهما الاستراتيجية الشاملة. كما تعهد تبون بتعزيز التعاون مع بكين في مجالات الأمن والدفاع الوطني. تأتي زيارة تبون لبكين بعد وقت قصير من زيارة إلى روسيا الشهر الماضي. نشد خلالها الرئيس فلاديمير بوتين دعم الجزائر لتصبح عضوا في مجموعة بريكس، والتي تضم دولا من بينها الصين. من جانبها رحبت بكين برغبة الجزائر في الانضمام إلى المجموعة. قال الكنيست الإسرائيلي إنه سيعقد تصويتا نهائيا الأسبوع المقبل على مشروع قانون التعديلات القضائية الذي من شأنه الحد من سلطات المحكمة العليا. وتسبب القانون المقترح المقدم إلى الائتلاف اليميني الحاكم بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تسبب في جدل واسع النطاق وخروج احتجاجات حاشدة في أنحاء إسرائيل. تتواصل في مدينة العلمين الجديدة فعاليات الدورة الأولى من مهرجان العلمين الجديدة، والذي سيستمر حتى 26 من الشهر القادم. يعد المهرجان الأول من نوعه في مصر، الذي يجمع على أرضه في مدينة العلمين الجديدة ما بين الفعاليات الثقافية والفنية والرياضية وعروض الأزياء والأداء الحركي والبالي والأنشطة الترفيهية الأخرى. من العلمين الجديدة مراسلتنا فرح الخولي تنضم إلينا الآن. فرح، مرحبا بك. ما أبرز الفعاليات لهذا اليوم والصورة لديك؟ تحياتي لكم، ويتجدد لقاؤنا معكم من هذه المدينة المصرية، مدينة العلمين، وتحديدا من على الممشى السياحي لهذه المدينة والذي يبلغ طوله 14 كيلو متر. هذه المدينة تشهد فعاليات مهرجان العلمين بنسخته الأولى، والذي بدأ يوم الخميس الماضي 13 من يوليو. فعاليات هذا المهرجان مختلفة ومتنوعة، وتجعل هذا الموسم من الصيف تجربة فريدة لزوار وحضور العلمين، وأيضا حضور المهرجان الذي يتسع لمليون زائر. تتنوع الفعاليات والأنشطة والحفلات ما بين الترفيهية والرياضية والعروض، وأيضا عروض الأزياء والتسوق. 12 فعالية مختلفة ضمن هذا المهرجان. مردود هذا المهرجان الاقتصادي والسياحي يلمس سكان هذه المدينة الذين يسكنون ويقطنون مدينة العلمين المصرية طوال العام، أو العاملين بقطاع السياحة والفندقة. نسبة الإشغال في الفنادق والعاملين بالسياحة قالوا أن النسبة تجاوزت من 80% إلى تقريبا 100% مع استمرار أيام مهرجان العالمين. وهذا المهرجان متواصل معنا حتى 26 من أغسطس القادم. مهرجان العالمين كما ذكرت به العديد من الأنشطة والفعاليات. من ضمن هذه الفعاليات حفلات غنائية لمطربي الوطن العربي، منهم راغب علامة، إليسا، نانسي عجرم، وتامر حسني، وأحمد سعد. هذا ما تم إتاحته من معلومات، لأن إدارة المهرجان لم تفصح بعد عن الكثير لتجعل هناك مفاجآت لزوار وحضور المهرجان. حفلة الفنان تامر حسني المصري في 21 من يوليو، حفلة الفنان أحمد سعد في 27 من يوليو من نفس الشهر. هناك إتاحة للتذاكر لهاتين الحفلتان على موقع تذكرتي. وبالنسبة للمردود السياحي لهذه المدينة، قال المتخصصون في هذا الشأن أن مدينة العلمين أصبحت مقصد سياحي مهم بالنسبة للمصريين وغير المصريين. هذه المدينة بالفعل بها مزار سياحي، وهي مقابر العلمين، وهي مزار سياحي عالمية، وهي من المقابر الموجودة منذ حرب العالمية الثانية. فقال المتخصصون في هذا الشأن كما ذكرت أن هذا سيجعل من هذه المدينة مزار طوال العام، لأن الجو في مصر كما يعرف معظم الناس معتدل نسبيا في الشتاء والصيف، فمناسب لجميع الأذواق.
طيب، على أي حال بنشكر الزميلة مراسلة القاهرة الإخبارية فرح الخولي من العالمين الجديدة، شكرا جزيلا على هذه المعلومات. في شأن آخر، قال نائب الرئيس الصيني هان تشينغ إن بلاده حافظت على تواصل جيد وطويل الأمد مع الولايات المتحدة بشأن العمل المناخي. من جانبه أكد المبعوث الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري أن قضية المناخ يجب أن تكون قضية منفصلة في العلاقات بين البلدين، ومشيرا إلى أن نجاح واشنطن وبكين في العمل معا قبل عقد مؤتمر الأطراف كوب 28 سيخلق فرصة لإحداث فارق عميق في قضايا المناخ. الآن نذهب إلى موجة الطقس السيء التي تجتاح العالم. لا يزال رجال الإطفاء يكافحون من أجل إخماد حدائق الغابات المشتعلة في موقع الأكروبوليس غرب العاصمة اليونانية أثينا، وعمل طواقم الإطفاء الليلة الماضي على إخماد نيران المشتعلة في المنطقة الواقعة بالقرب من مجمع مصافي تكرير النفط في المنطقة الساحلية، لما حذرت خدمة الأرصاد الجوية اليونانية من خطر نشوب حرائق هذا الأسبوع وسط توقعات ببدء موجة حر ثانية غدا الخميس. يقدم العاملون في الرعاية الصحية المساعدة لكبار السن في روما لمساعدتهم على مواجهة الموجات الحارة التي تشهدها أوروبا، وتقول السلطات الصحية الإيطالية إن هذه الفئة من المواطنين معرضة للخطر بسبب الطقس الحار، لذا يتم إجراء فحوصات طبية لهم بشكل دوري. هذا وتزور فرق الرعاية الصحية منازل المسنين خصوصا من يعيشون وحدهم. ارتفع منسوب مياه نهر يامونا بالهند حيث وصل إلى أسوار تاج محل إثر استمرار هطول الأمطار الموسمية في شمال الهند، ما أدى إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية في المنطقة. وأشارت اللجنة المركزية للمياه في الهند إلى أن منسوب مياه النهر ارتفع إلى 152 مترا، وهو أعلى بكثير من مستوى التحذير البالغ 151 مترا. أعلنت السلطات الكولومبية مصرع 15 شخصا على الأقل ودمر نحو 22 منزلا جراء انهيارات أرضية ناجمة عن أمطار غزيرة في مقاطعة كونديناماركا. وتواصل فرق الإنقاذ من الدفاع المدني والصليب الأحمر ورجال الإطفاء البحث عن المفقودين تحت الأنقاض. الآن جولة في أبرز موضوعات الصحافة العالمية. صحيفة الجارديان البريطانية ألقت الضوء على حالة الهلع في ملاوي بعد ظهور 17 حالة محتملة بالإصابة بشلل الأطفال. تخشى السلطات في ملاوي من احتمالية تسبب إعصار فريدي في تفشي جديد للإصابة بالمرض الفيروسي، على الرغم من الجهود الصحية في الانتهاء من تطعيم 8 ملايين طفل. في أعقاب الخطوة الأمريكية لتعزيز دفاعاتها في الشرق الأوسط، أبرز موقع المونيتور الأمريكي إعلان طهران تفعيل قوة الردع ضد أي ضربة عسكرية محتملة. وأشار الموقع إلى تنامي التقدم العسكري الإيراني في الآونة الأخيرة، لا سيما مسيراتها العسكرية والصواريخ الباليستية، في تحد واضح للمخاوف الغربية بشأن تحركاتها التصعيدية لزيادة التوترات في الشرق الأوسط.
من جانبها استعرضت صحيفة تشاينا ديلي الصينية مساعي مصدري المنسوجات الصينية للعودة إلى الأسواق الدولية كما كان الحال في الفترة قبل جائحة كورونا. وألقت الصحيفة الضوء على افتتاح المعرض التجاري الصيني 24 للمنسوجات والأزياء المنعقد في مركز جافيتس للمؤتمرات في نيويورك، والذي يعد منصة لأحدث الصيحات الصناعية ويعد بمثابة استكشاف للسوق الأمريكية. اقتصاديا، أشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتعاون الجاري مع شركتي ووهان للهندسة الصينية وباليسترا الإيطالية العاملتين بمجال الأسمدة في ضوء علاقات الصداقة المتميزة لمصر مع كل من الصين وإيطاليا. وخلال اجتماع مع وفدي الشركتين، وجه الرئيس المصري بمواصلة العمل على تطوير منظومة إنتاج الأسمدة على المستوى المحلي، كونها من أهم المدخلات والمستلزمات المؤثرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي. كما أكد أن الدولة المصرية تعمل بجهد على بناء قاعدة صناعية حقيقية ومتطورة في مختلف المجالات الصناعية، كما شدد على مواصلة جهود توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي في مصر. تباطأ التضخم في المملكة المتحدة في يونيو، حيث جاء دون التوقعات عند 7.9% سنويا، مسجلا أدنى مستوى في 14 شهرا. ولا يزال التضخم أعلى بكثير من مستهدف بنك إنجلترا البالغ 2% وعلى أساس شهري. ارتفع مؤشر التضخم بنسبة 1.1%، وظل التضخم الأساسي ثابتا عند 6.9% سنويا. هذا وتعاني المملكة المتحدة من ارتفاع معدلات التضخم المستمرة، حيث حذرت الحكومة وبنك إنجلترا من أنه يمكن أن يصبح راسخا في الاقتصاد مع تزايد أزمة تكلفة المعيشة وتضييق سوق العمل وزيادة أسعار الأجور. قال وزير المالية البريطانية جيرمي هانت إنه لا يزال هناك طريق طويل يتعين قطعه لخفض التضخم في البلاد. كما أضاف هانت أن الحكومة البريطانية وبنك إنجلترا اتخذوا قرارات صعبة بشأن التضخم في الأشهر الأخيرة. اتخذ البنك قرارات صعبة للغاية، واتخذت الحكومة أيضا قرارات صعبة للغاية في بيان الخريف للتأكد من أننا بدأنا بالفعل في خفض التضخم ونشهد أول ثمار ذلك، ولكن لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه. وعلينا أن نتذكر أن العائلات لا تزال تشعر بضغوط كبيرة مع تضخم مرتفع للغاية في أسعار المواد الغذائية، وعلى الرغم من انخفاض أسعار تلك المواد إلا أنه لا تزال أسعارها أعلى بكثير مما كانت عليه قبل بضع سنوات. رياضيا، واصل بايرن ميونخ تحضيراته للموسم المقبل 2023-2024 بانتصار كاسح على فريق روتاخ إيجين الألماني ب 27 هدفا دون مقابل وديا. هذا وسجل بايرن أغلب أهدافه خلال الشوط الأول الذي شهد إحراز الفريق 18 هدفا. وشهدت المباراة تألقا لافتا للمهاجم الفرنسي شاب ماتستيل الذي سجل خماسية بمفرده، كما هو الحال مع لاعب الوسط النمساوي مارسيل سابتيزر، كما دون جمال موسيالا خماسية أيضا. هذا وكان بايرن قد اختتم الموسم الماضي بالتتويج بلقب الدوري الألماني الذي حصده للمرة 11 على التوالي والاثنتين والثلاثين في تاريخه.
أعلن الأهلي المصري تعاقده رسميا مع لاعب الوسط إمام عاشور قادما من صفوف ميتيلاند الدنماركي بداية من الموسم المقبل. وقال النادي الأهلي في بيان على موقعه الرسمي إن عاشور انضم إلى الفريق الأحمر لمدة 5 سنوات قادمة لينتهي عقده في 2028. وقضى اللاعب البالغ من العمر 25 عاما 7 مباريات مع الفريق الدنماركي، سجل خلالها 2 هدفين. خاض الأرجنتيني ليونيل ميسي الوافد الجديد لصفوف فريق إنتر ميامي الأمريكي ميرانه الأول بعدما انتقل إلى صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ووقع ميسي عقدا مع إنتر ميامي في صفقة تستمر حتى نهاية موسم 2025. كما سيخوض ميسي مباراته الأولى بقميص ميامي أمام كروز أزول المكسيكي الممتاز في 21 من الشهر الجاري ضمن منافسات كأس الرابطة. إلى هنا تنتهي نشرتنا وهذه تذكرة بالعناوين. رئاسة جنوب أفريقيا تؤكد أن بوتين لن يشارك حضوريا في قمة بريكس بعد اتفاق مع روسيا. الدفاع الروسية تعلن استهداف مواقع عسكرية أوكرانية في أوديسا وسيطر على بلدة جديدة في خاركيف. ورئيس كوريا الجنوبية يؤكد أن سول وواشنطن ستردان بشكل حازم على التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية. لمزيد من المتابعة يمكنكم دائما زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة نيوز.نت. كما يمكنكم أيضا متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك، تويتر، إنستغرام، يوتيوب. كما يمكنكم أيضا متابعة القاهرة الإخبارية على التردد 11747 رأسي. كما يمكنكم تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أب ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا لطيب المتابعة. إلى اللقاء.